دورة واحدة، الدورة الثانية انفصلوا. الدورة الثانية انفصلنا احنا، طلعنا من المجموعة الثالثة، طلعت دولة القانون وطلعت هي الأكبر وراحوا الجماعة وهكذا. لا تستطيع أنت أن تحتكر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الكيان السياسي الشيعي ليس محصنا من الاقتتال كما الآخرين، لكن ما محصن؟ ما محصن طبعا، لأنه اللي شفناه واللي راح لا سمح الله مستقبلا مفتوح، الوضع مفتوح على كل الاحتمالات، ليس محصنة. لكن الإطار والتيار يقولون أنها فكرة مستبعدة، فكرة الاقتتال الشيعي. ما شنو اللي كان مجلس النواب من يعني من اللي تقاتلوا؟ اللي تقاتلوا فارقة؟ اللي تقاتلوا منين؟ مواجهة تحت السيطرة. وين مواجهة؟ ألف جر ألف ألف جريح دا أقول لك. الشيء الثاني، بالمكون السياسي الشيعي أكو قوة قد تكون مفقودة عند الكيانات الأخرى، وهو المرجعية. تمام. قوة المرجعية وخطابها، يعني سطرين ثلاثة من سيد كاظم الحائري أطفت كل النيران، وبشيء غير متوقع، مقتدى باعتباره زعيم سياسي، ولكن باعتباره زعيم ديني، أمر الجماعة أن يطلعوا بستين دقيقة، بثلاثين دقيقة أخلوا المكان. فمعناته أنه القوة الدينية أو السلطة الدينية أو الجزء المعنوي الديني له أثر عند الشيعة كبير جدا، وبالتالي من موجود المرجعية أنا أتصور أنه هذه أيضا حصانة ومحصنة. لكن أقول شيء واحد، أنا الأوان لأن يكون لها دور مباشر في هذه الأزمة. لا، هي شوف المرجعية ما تدخل إلا